قال شو؟ الغنم عم تلهي حالها بشغل البيت. لك يخرب بيتها من حالها، يعب الشوم عليها. ولك هذا جوزها اللي ميت مو حدا غريب. شو هالجيل يا؟ شو هالجيل؟ عن جد الله يجيرنا من الأعظم. عليم الله ما لك علي يمين. أنا وقت أبو توفيق حزنت عليه وانقهرت 25 سنة. يا الله يرحمه. الباشا وعساكره طيبين كتير. جبليني بحمه. قولي على قامتي. مشان الله ما تأخذني ابن عمي ولا تأخذ على خاطرك، بس يعني أنا عم بحكي على نسوان هالأيام. يعني معقولة حرمته لأبو شاب ما تكون زعلانة عليه؟ معقولة، ليش ما تكون معقولة؟ هي بتكون زعلانة بس مو عليه، زعلانة على حالها وبالها. ليش؟ لأن ترملت ولستاتها صبية وصغيرة. ابن عمي علم على كلامي، إذا ما بتطق أجوازة بعد العدة لك يقرب بيتها من حالها. ما بكفيها الوردة اللي إجت على البارد المسبح وديك الحسبة. المهم ليش ما عزمتي لطفية وجوز على الغداء؟ قال يا بعدي صهري ومسنا الظهري راح يتزهرم عند أمه. لك صحيح قدريت إنه أم جوزيف صارت هون بالحارة؟ أم جوزيف؟ إيه، معقولة ما عندها خبر ابن عمي؟ إيه بعرف بعرف، أنا أول واحد خبرت بقصة أم جوزيف. قلت لحالي بس عن جد عن جد فيهم البركة شباب الحارة. راحوا على المستشفى وهربوا أم جوزيف وجابوها لهون وعلى الهزي، لا من سمع ولا من دري. أنا كل هذا الكلام عندي خبره بس ما عاد سألت عنها ولا عرفت وين خبوها. خبوها ببيت أبو بشير الفران. بيت أبو بشير مزبوط. حريش ولا أبو بشير، اللي بيشوفه فكره طبل على الفاضي والله وطلع منه. يو شو يراب عليك يا ملازم لمر، هذا خبر رح يرفعك للسماء عند الكومندان. داري ام جوزيف مشرفي على الحارة وعم تتمختر وانا مالي خبر. لا وعند مين؟ عند ابو بشير الفران. اي شو عليه؟ هي ما حسبت حسابها. ليش كل رجال الحارة خبوا الخبر من أساسه عني؟ معناها شاكين فيني. هي مو شغلة أبو حاتم لحاله، هي شغلتهم كلهم. هلا أنا إذا خبرته للكومندان عن أم جوزيف رح يتأكدوا إني